اهلا بحضراتكم من جديد. معايا في الاستوديو الحقيقه نجمين كبار، نجمين اولمبيين يعني ما شاء الله عليهم، يعني من الاسامي الكبيره افريقيا وعالميا في رمي الرمح الحقيقه، ومصطفى الجمل في المطرقه. الاثنين الحقيقه اسمين كبار جدا، برحب بيهم. وقبل ما ارحب بيهم اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في المشاركه الاولمبيه القادمه. معايا طبعا نجم مصر وافريقيا والعالم ايهاب عبد الرحمن. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. نورنا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. والله انا اللي مبسوط اني احييك النهارده، والله شرف لينا، وان شاء الله يعني تبقى مشاركه جيده ليك باذن الله يا رب. دعوه حضرتك احد النجوم الحقيقه الاهلاويه، وكمان يعني مش عايز اتكلم عنه افريقيا وعالميا لان اسمه الحقيقه اسم كبير، ولو عملته حتى يعني سيرش على اسمه مصطفى الجمل هتعرفوا قد ايه هو حقق نتائج كبيره. مصطفى منورني يا مصطفى. كابتن هيثم، ربنا يخلي حضرتك. ان شاء الله ليك ويا رب تبقى مشاركه اولمبيه ناجحه ليك باذن الله. يا رب ان شاء الله. ابتدي معاك يا ايهاب، يعني يمكن الايام بتجري. طبعا انت من اللعيبه اللي تعرضت لضغوط كبيره، والحمد لله قدرت تدوس عليها وتعدي وتكمل من اصابه لايقاف، يعني كان يعني صعب ومفاجئ ليك على مستوى العالمي يعني لاكثر من سنه، ولكن انت كل ده الحمد لله رب العالمين تغلبت عليه. كورونا كل ده تغلبت عليه وقدرت الحمد لله تتأهل الاولمبيات. تكلم وقول لنا مشوارك للتأهل الاولمبيات جه ازاي؟ عملت ايه عشان توصل للاولمبيات؟ بص حضرتك، هو مشوار الاولمبيات هو التأهيل بالنسبه لنا، حتى ممكن مصطفى يتفق معايا، التأهيل بالنسبه لنا مش حاجه صعبه خالص. احنا عندنا طريقين نتأهل بيهم، اول واحد انها تأهيل رقمي، تاني حاجة عن طريق الرانك، ان انت تلعب 5 ماتشات كبار ترمي فيهم رقم كويس تقدر تتأهل اولمبيات او بطولة العالم. الماتشات دي بتبقى ممكن تبقى محلية وعالمية ولا لازم تبقى عالمية؟ بالظبط، ممكن تكون هنا وبره، بس هي بتبقى حسب الكاتيجوري بتاعها يعني. طبعا احنا عندنا هنا ماتش الجمهورية هو اللي بيبقى عليه البوينت الاكبر، بعد كده افريقيا بطولة العالم الحاجات دي كلها. الحمد لله انا السنة اللي فاتت ربنا قدرني ان انا لعبت كام ماتش كويسين، بان انا دخلت فاينل السنة اللي فاتت، رحت بطولة العالم وكنت من التوب 10 هناك واتأهلت ولعبت ماتشات في اوروبا كسبتها، والسنه اللي فاتت لعبت كويس. يمكن السنه دي انا ما لعبتش ولا ماتش السنه دي، يعتبر بسبب ان انا كنت مصاب، وبعد كده كان في شويه مشاكل في رؤيات فنيه وحاجات زي كده فما لعبتش. بس انت اتأهلت، كنت خلاص من السنه اللي انا كده متأهل، بس خلاص دي كانت اهم شيء. بص بصراحه يا كابتن، احنا عندنا مشكله التأهيل مش صعب. احنا لعبه رقميه، 1+1=2. ممتاز، يعني انت بس عشان تجيب الرقم ده برضو انت محتاج يعني محتاج بالزبط. تركز هي دي مع بقى نفسك. هي دي بقى كانت هي دي بقى النقطه الفاصله اللي بتفصل اي لعيب عن الميداليه. ازاي اعمل تخطيط سليم، ازاي اقدر ان انا اجيب ميداليه، ده احنا مفتقدينه شويه. بس احنا نقدر نقول ان اللي مخلي التاهيل بالنسبه لنا شويه سهل بشويه، ان احنا شايفين ان هو مش صعب علينا بالنسبه لنا، بسبب ان احنا في دعم مختلف تماما. يعني في دعم من النادي الاهلي، من عقود و و و وحاجه، وكل التمرين موفر، اماكن تمرين موفر، ادوات موفر، حاجات كتير اللي هي الاساسيات اللي هي تقدر تشتغل عليها. تمام. طبعا الرعاه بنشكرهم برضو. بيجي بقى الدور الاكبر، ده اللي احنا مفتقدينه بقى، اللي هو الاتحاد. اللي هو الاتحاد. يعني انت يمكن المجهود الشخصي اكتر شويه بتبقى انت مجهود شخصي ومجهود مع النادي الاهلي ومجهودك مع النادي الاهلي، انما بالزبط. الاتحاد يعني ما ادالكش الامكانيات او ما ادالكش الاعداد اللي انت كنت منتظره. بالظبط. بص يا كابتن، انت حقيقة هي دايره. لازم كل واحد ليه دور، يقوم بدوره. انت كله بيقوم بدور وفي خلل. اللي انا مستغرب له يا كابتن، يعني انتوا الابطال الاولمبيين في العاب القوه هم معدودين على اصابع اليدين، ماشي هنقول اقل من 10 لاعب. فالنهارده انا لو صرفت على كل واحد هصرف عليه كام؟ يعني انا النهارده لما بصفر فريق كوره يقعد 25 يوم بره، هو سفريه واحده ممكن تكفي تغطيه او اعداد جيل كامل من العاب القوه. فانا بالزبط. مستغرب ازاي الاتحادات مش قادره، او الاتحاد مثلا العاب القوه بالاخص، ازاي في الحته دي ما وصلهاش ازاي؟ طيب انا هقول لحضرتك، هي الفكره كلها ان احنا كان الاول ما كانش عندنا فكره ان احنا بنتاهل، وفكره ان احنا بنجيب ميداليات، وفكره ان احنا بننافس. بعد كده جت فتره بقى في مصطفى الجمل بينافس على ميداليه، بقى في حسام عبد الجواد، بقى في ياسر فتحي، في ايهاب، في عمر، في اسراء. في فجاه بقى في طموح ان انت بتنافس على ميداليه. بعد كده جه اتحاد جديد، المفروض ان احنا بنكمل على نفس نهج هذا النهج. صحيح. الفكره ان الاتحاد الثاني مقتنع ان هو حاطط سيستم واحنا مش عارفين ندخل جوه السيستم ده. تمام. هي الفكره ان هو فين السيستم بالظبط؟ هي دي يعني الفكرة. السيستم لازم يفرز في الاخر اعداد. هو فين السيستم؟ شاركت في كام بطوله الاتحاد بدهاني؟ شاركت في كام منافسه؟ فين السيستم؟ انت بتقول انا حاطط سيستم، فين السيستم؟ طيب فين المدرب؟ فين المعسكر؟
طيب حضرتك، انا طريق الميداليه ده في كام لعيب جوه في الاتحاد؟ في طريق الميداليه ده انا قدرت اوصل له، يعني انا قدرت اروح ان انا اجيب ميداليه، قدرت اروح ان انا انافس من اول خمسه، من اول اربعه، قدرت اروح كاس عالم اجيب اول، قدرت اجيب تاني. فاذا انا عارف الطريق وانت ما تعرفوش، هو جديد عليك شويه، فممكن تقعد معايا تقول لي كذا، فانا اقول لك والله انا عملت كذا، فانت عملت كذا، ففي الاخر خالص نطلع بفكره. دي بقى المشكله اللي مش موجوده عندنا في الاتحاد، غير ان هي ديكتاتوريه. هو انت هتعمل ده، تعمل ده، ما تعملش. وكمان هو لازم يكون فيه يعني كلام مع اللاعب، وده احنا الحقيقه مش لامسينه معاك بس، الحقيقه لامسينه مع اتحادات كتيره. في اتحادات زي الرمايه وزي اتحادات زي الخماسي وشغاله بشكل كويس بالضبط. ولكن للاسف حتى الان يعني برضو اتحاد العاب القوى محتاج شغل، محتاج ان هو يقدر يرعى اللعيبه اللي موجوده معايا. وانا برضو عايز اروح لمصطفى، يعني انت برضو اكيد مشوار الاولمبيات سهل عشان انتوا لعيبه كويسه، عشان انتوا الله اكبر لعيبه جامده. فهو زي ما بيقول ايهاب انه المشوار كان سهل، تاهلك كان ازاي؟ برضو نفس الكلام بتاع ايهاب، هو التاهيل الرقمي والخمس ماتشات الجامدين اللي لعبتهم، كان ما فيهم بطوله افريقيا والدوره الافريقيه، ان انا عملت ذهب في الدوره الافريقيه وذهب في بطوله افريقيا. نعم. فطبعا ده على البونت بتاعي، والحمد لله انا التصنيف بتاعي ال15 في التصنيف الاولمبي، فالحمد لله يعني متاهل كويس ورقم 15 كويس. بمجهود يعني مجهودك والنادي الاهلي بربنا ومجهودك الشخصي طبعا الاهلي هو مش هقول ده بيتنا يعني طبعا طبعا مفيش اي اختلاف عليه. لكن هو زي ما ايهاب قال، المشكله بتيجي في الاتحاد، الضعف لسه ضعف. احنا كنا ماشيين في خطوات كويسه على الاتحاد القديم، لحد ما جه الاتحاد الجديد كان المفروض يكمل، ما حصلش تكمله. ما حصلش تكمله، وبقى زي ما ايهاب بيقول ديكتاتوريه، اللي هو انا ماشي ده تمشي عليه. انا كنت ماشي انا ومدربي كابتن خالد شوقي، وطبعا لحد ما جت الفتره ان ما كانش فيه فلوس مشي يعني كابتن خالد. انا بقالي سنه دلوقتي من غير مدرب، بتمرن لوحدي، معيش حد، معايا ربنا يعني احسن من الكل، وطبعا بدراعي. انت موجود شخصي ومع كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز ومدربينك في النادي الاهلي، طلبت معسكرات طبعا من غير دخول يعني في التفاصيل، بس يعني ما حصلش. ما توافقلكش على معسكرات. وانا عرفت انت كمان ما عندكش راي حتى الان. لا، ما فيش اي راي عندي، لا، من اولمبياد طوكيو لحد النهارده ما عنديش راي. ما عندكش راي، انت كل ده موجود فردي وشخصي من خلال مع النادي الاهلي، ودعم النادي الاهلي ليك ودعم اللي حواليك، النادي الاهلي واللي حواليا، اهلي بقى واللي حواليا. طيب ده بيحط عليك يعني مسؤوليه، وكمان النهارده انت ال15 في العالم بمجهودك ده، امال لو كنت خدت دعم اكتر وخدت حضرتك. انا كنت 2014 و15 و16 كنت الاول على العالم. كان على التوب ليست انا الاول على العالم، وايهاب كان نفس الكلام برضو الاول على العالم. كان بعديها المفروض نكمل الفتره دي، كانت هي الفتره الذهبيه لينا. كان المفروض نكمل عليها، بس هو ما حصلش. اللي جه ما كملش. هد اللي حصل ده كله، وفي النهايه انتوا تاهلتوا اولمبياد، ولكن بالضبط. دعم الاتحاد والمعسكرات والامور دي، ولكن برضو احنا عندنا امل فيكم كبير ان شاء الله، وعندنا امل ان انتوا تقدروا تحققوا لنا ميداليه. طب كلمني انت، قريت شاركت مثلا في بطوله عالم زي ايهاب كده ولا ما شاركتش؟ اهلت لسبع بطولات عالم ما شاء الله ده الفتره اللي فاتت. سبع بطولات عالم، والاولمبياد دي الرابعه ليا. اخر مشاركه بطوله عالم كانت امتى ليك؟ المجر 2023 2023 عملت فيها ايه؟ لا، ما دخلتش فاينل. ما دخلتش فاينل طبعا. كان لاعب كام لاعب مشارك؟ كان 32. انا عملت مركز 16. حلو، يعني انت في الرانك اللي انت لسه ما زلت عنده 15 16. فطبعا برضو كل ده مجهود شخصي، ما كانش فيه برضو لا دعم ولا اي شيء ولا معسكرات ولا. انا مستغرب يعني انت المفروض واحد زيك او زي ايهاب او زي اسراء او زي مصطفى الشريف او زي حمزه، انتوا المجموعه دي تبقى قاعده في اوروبا على طول. يعني انا مستغرب النهارده، انا لو سفرت فريق كوره، وده اللي بقوله دايما اهو، 25 لاعب راحوا قعدوا في ماتش افريقيا مثلا 5 6 ايام، لو انا سفرت لعيب اضرب ال 25 لاعب في 3 ايام ب 75 ليله، صح؟ تمام. 75 ليله دول انا اقدر اعد بيه مصطفى، اقدر اعد بيه ايهاب عبد الرحمن السنه كلها. هو في مشكله عندنا ان احنا للاسف الاتحاد بتاعنا بيفرح بان انا اهلت بس، هي دي المشكله. ممكن نجيب ميداليه. هي قصه ان انا ما اهلتش 5، ما اهلتش 6، ما اهلتش 10، ما اهلتش 20 كواليتي. انا عايز ما في يعني مثلا، ممكن مثلا الدول العربيه كتير مثلا لهم مؤهلين مثلا كل اللعيبه كلهم على بعضهم 30 واحد بس، ممكن يرجعوا بست ميداليات مثلا. قطر بتشارك بعدد قليل وبتشارك بالزبط. يعني اللي بيروح بياخد ميداليه بالظبط. احنا عايزين منافسه، احنا خلاص احنا طب نقدر بامانه نقدر يعني احنا لو خدنا الاعداد المطلوب، انا بثق ان احنا لو خدنا. انا بسال السؤال ده عارف اجابته، لان انا شفته في الرمايه تمام، وشفته في الخماسي، وشفته العاب فرديه زي تمام والسلاح تمام. نقدر في العاب القوه حضرتك؟ احنا اوريدي اصلا احنا عملنا. لما عملنا كده قدرنا يعني. هو حصل خلاص. ايهاب اول عالم كاس عالم قارات، انا تاني عالم قارات 2014 بالزبط. اول عالم قارات 2018
بس كان الشكل كان ماشي بسيستم معين، كان انا قاعد وسط الناس دي بره معسكر معاها، بلعب معاهم ماتش واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين ماتش، بخسر ده وبخسر ده وبكسب ده وبكسب لحد ما خلاص نزلت معاهم في بطوله العالم خلاص انا لعبت على الناس دي كتير نزلت. وكمان في نقطه كمان هم للاسف اعتقاد السن، لا ده هم كبروا في السن. خلينا نتكلم ان مثلا عندنا مثلا في الرمح صاحب رقم العالم رماه هو 33 سنه، السنه اللي فاتت دوره العاب الاولمبيه اللي فاتت اللي عامل ثالث كان عنده 40 سنه. يا جماعه النغمه دي رقم، انا قادر ولا مش قادر؟ ما هي دي الفكره، ان هو بيصدر حاجه او حاجه بتتصدر، وهي حاجه انا مش بقول مثلا ان السن مش عامل، اكيد عامل وكل حاجه، بس طالما انا قادر اوفر كام. هي لعبتنا دي ارقام، ولعبتنا دي الرمي بالذات بتطول بالظبط، يعني في ناس بتبطل 40 سنه و45 سنه و47 سنه. فيا جماعه احنا كلنا محتاجين حراس المرمى بيقعدوا 40 سنه ليه؟ لان لعب مكانه البوزيشن بتاعه مش متاكد بالزبط. فانا بتوقع المطرقه والرمح الرمي كله عامه ممكن التراك مختلف شويه. انا كنت بتفرج على الالعاب دي زمان، كل اللعيبه كبار، كلها كبار بالظبط. التراك مختلف شويه، انما الرمي لا معروف. الفكره كلها بس ان انا ازاي اقدر اوظف الناس دي، هي دي المشكله الحقيقه الغريبه. يعني احنا كل دوره اولمبيه نقول كده، وكل دوره اولمبيه نقول يا جماعه محتاجين في اتحادات الله اكبر عليها شغاله. طبعا وشغاله بكويس. انا لسه متكلم على الرمايه كويس، ولسه متكلم على الخماسي كويس، ولسه متكلم على السلاح كويس. في العاب شغاله، كره اليد اتحاد شغال بيحتك، ما خلى كره اليد احتكاك. انتوا النهارده الله اكبر تاهلتوا اولمبياد بدراعكم يعني، وبدعم النادي الاهلي النهارده، وبدعم الجهاز الفني في النادي الاهلي، ورعايه النادي الاهلي ليكم قدر استطاعته بيقدر يسعدك. ولكن في جزء كبير جدا على الاتحاد كان لازم يتم، ودي اكيد طبعا هتراعى في اي تقييم هيحصل الفتره الجايه. ولكن خلينا نتكلم عن البطوله بقى، نرجع للبطوله فنياتها، ننسى بقى نرمي دور دورنا واللي تعودنا منكم ده، ان انتم بترموا كل دوركم وبنلاقي منكم اداء رجولي هناك بالظبط. هتكلم معاك بقى مصطفى، انت دارس هناك الموضوع، شايف الامور عامله ازاي؟ انت رايح بدري، مسافرين انتوا امتى؟ مسافرين السبت، يوم السبت ان شاء الله. السبت ان شاء الله. يعني قدامك قبل البطوله اسبوعين ولا حاجه تدريب؟ 12 يوم. 12 يوم صح. يعني انت رؤيتك او البلان اللي انت حاططها ايه؟ يعني انت كلمني عن الناحيه الفنيه بقى. انا طبعا بسعى في الاول وفي الاخر يعني ان شاء الله باذن الله، ان انا مش طبعا مش هضحك على حضرتك واقول لك ان انا رايح اجيب الميداليه ان شاء الله. ما تعرفش هو ما اعرفش طبعا، بس طبعا دي حقيقه. هتشتغل تعمل احسن ما عندك. انا هطلع من هناك ان انا ما عنديش سنتي زياده. عمر ما في لعيب بيروح يقول انا هجيب ميداليه، حتى اللي رايحين ضامنين ميداليه صح، محدش بيقول كده. هو انا راضيين وعارفين داخل الماتش ان انا ان شاء الله هطلع كل اللي عندي، اول دوم اول دوم ماي بيست، هعمل احسن حاجه ليا ان شاء الله. ربنا كاتب لي بيها ميداليه دخلت بيها الفاينل، يعني ايا كان انا راضي الحمد لله، بس انا رايح اعمل اللي عليا. طب انت مقسم الفتره الجايه، خاصه انت معكش مدرب، مقسم الفتره الجايه ازاي؟ هل محتاج مثلا تعلي التدريب في الملعب كتير؟ هل محتاج ترمي رميات كتيره ولا لا خالص؟ هي الراحه النفسيه. الراحه النفسيه انا كنت محتاج الفتره دي حتى من بدري شويه، بس طبعا ما كانش اتيحت الفرصه. فطبعا دي محتاج ان انا افصل عن الدنيا خالص، ان انا اقفل على نفسي ال 10 ايام دول حتى ال 12 يوم اقفلهم. طبعا مش فتره كافيه، بس طبعا ان شاء الله تبقى اقدر اعمل فيها حاجه، ان انا بقفل على نفسي لحد قبل الماتش يعني ان شاء الله. يعني انت محتاج فقط بس تركيز، تعلي تركيزك نفسيا تبقى مرتاح وعلى الله. على الله، كله على الله ان شاء الله. ان شاء الله. طب انت يعني فكرتك انتوا مسافرين على نفس الطياره صح؟ نفس الطياره. طيب انا هو تقريبا بقالنا من يوم ما لعبنا رياضه واحنا تقريبا مع بعض في كل حاجه. خلي بالك يعني ولاد عم برضو لدرجه يعني. ان انا لما توقفت هو عمل عمليه وقعد. انتوا الاثنين مع بعض ما شاء الله. لا بس انت كنت اصابه باين في كوعك. انا كان اصابه في كوعي. انت كان في ركبتك؟ في ركبتي الاثنين. ركبتك الاثنين انا فاكر كويس يعني على ذاكرتي يعني على قد بعض. عشان كده خلاص يعني مش عارف هنروح مع بعض فين تاني ان شاء الله. باذنك يا رب، باذنك يا رب تحققوا نتيجه كويسه ونرجع نحتفل بيكم هنا ايا كان. جبتوا ميداليه وصلتوا نهائي، احنا سعداء بيكم جدا. احنا والله هنعمل كل حاجه نقدر نعملها بصراحه. احنا برضو ما نقدرش ننكر ان في ناس في ظهرنا ساعدونا كتير جدا ان هم ان احنا نوصل لمرحله ان احنا بنقول يا جماعه احنا متاهلين وعايزين نفرحهم، حتى لو بان احنا ندخل فاينل ننافس ايا كان. ربنا قدر بالظبط، ربنا قدر ربنا ما قدرش. فالناس دي تعبت معانا يعني، النادي الاهلي بالكابتن ياسر، اعضاء مجلس الاداره، تواصل عن كسب كابتن خالد العوضي، الناس دي كلها وثقت فينا وادتنا كل حاجه عشان نقدر ان احنا نروح نمثلهم، وان احنا نقدر نطلع بشكل مشرف لمصر. يعني الرعاه برضو ان هم ساعدونا خلونا نقدر ان احنا على الاقل برضو نقدر نكمل. نعم، يبقى في نفس تتنفس. بالظبط. احنا كل طلباتنا ان احنا يعني يوفروا لنا الايام الجايه دي، بس ان هو الراحه النفسيه ان احنا ما يحطوناش في ضغوط، ما يحطوناش في اي مشاكل، ما يحطوناش في حاجه، ما يكلموناش. ما انت سيبونا احنا على حالنا باللي علينا. سيبونا احنا. بالظبط، سيبونا احنا زي ما احنا. انا بقالي 5 سنين في الوضع ده. انا كابتن محمد نجيب مدرب النادي،
اي حاجه بطلبها مرفوضه. فبالنسبه لي انا يا جماعه انا سيبوني اكمل اعمل اطلع احسن ما عندي ابدع على الاقل. حلو انت عندك 12 يوم يعني ان شاء الله تفصل فيهم بالظبط. طب انت ما وعدتوش مع مثلا مع المهندس هشام حطب الرئيس اللجنه الاولمبيه السابق او وعدتوا مع المهندس هيس ادريس القائم بالاعمال دلوقتي؟ هل حصل تواصل مع اللجنه الاولمبيه المصريه؟ ما حصلش. لا ما حصلش. ما حصلش تواصل. وانت مصطفى نفس الكلام ما حصلش تواصل. بس هو بيحصل تواصل بقى بيننا وبين الوزاره لما بنبقى عايزين حاجه بس لازم نوصل للوزاره. فطبعا انت مش كل حاجه الوزاره مش كل حاجه الوزاره برضو. هل في تواصل بينكم دكتور اشرف صبحي على طول؟ اكيد هو بيحل لنا لما بنوصل له بيحل لنا. بس بيتحل. حاجه تسعدني ان اسمع كده. بس بعد ايه بقى؟ بس مش كل حاجه الوزير مش كل حاجه بتتحل بس بعد ما هم بيحلوها مغصوب على امرهم. فبعد كده بقى بيمسكوا من حته ثانيه. ما هو خلي يعني بالك انت جبتها غصب عننا يعني. الوزير مش مفروض ان يعمل كل ده طبعا. دي هيئه ومنظومه شغاله والرياضه في مصر كلها. هو بيتدخل وانا عارف على الدكتور اشرف صبحي الكلام ده الحقيقه انه بامانه انا على مستوى الشخصي حتى بعرف امور كتيره بتوصل لمعالي الوزير وهو بيخش يحلها طبعًا. كل الرياضيين اللي قاعدين معايا هنا بس النهارده مش مطالب الرئيس النهارده او رئيس المنظومه كلها ان انا اروح له اقول له النبي انا عندي معسكر عايز اعمله او بتاع. المفروض في قنوات وشانلز وادارات بتخلص. هي مثلا حاجه بسيطه خالص. احنا النهارده مثلا انا مثلا عن نفسي ما بحتاج حاجه في التمرين مثلا محتاج كوره طبيه مثلا. انا مثلا طلبت من الاتحاد من 2021 ما جاتش في النادي الاهلي. كتبت طلب قدمته للكابتن ياسر داوود والاداري جالي خده مني في الملعب يعني الاداري ما مش انا اللي رحت للاداري قدمت للنادي وتم انا بتمرن في الاستاد يا جماعه انا عايز كذا كذا فجاه الكور جت لي وانا في الملعب النادي الاهلي. هو ده اللي احنا عايزينه النادي الاهلي يعني عايزك تركز وفروا لي بساعدوني ادوني الحاجه اللي عايزها وانا هعمل لكم اللي انت عايزه بالظبط. النادي الاهلي انت بقيت من خبره دلوقتي عارف ازاي تعد نفسك بالظبط. ما اصل ده طريق احنا وصلناه. بص حقيقة هو انت عارف حقيقة عارف كوبري اكتوبر اوله فين واخره فين ونزلاته ودنيته. فعمرك ما هتوه. طلع لي الكوبري بقى يعني طلع لي الكوبري او سيبنا اطلع انا بقى سيبنا اطلع او سيبنا اطلع اديني المطلع بس اطلعه فضي لي المطلع وانا هطلع. لا انا يا عم ديره كل حاجه بس طب اقعد معايا اسمع وجهه نظري وجربني وحاسبني. لا مفيش. فعشان كده المدرب ده الوضع كده خلاص انت كده تمشي في التراك ده اما شكرا. لازم يكون في اتصال. ما انا النهارده كلاعب بس برضو ارجع واقول حاجه برضو يعني النهارده انت يعني الاتحاد او اللجنه الاولمبيه المصريه او الرياضه بشكل عام انا مش محتاج اقعد لقبل الاولمبيات اقعد اقول الكلام ده. يعني الكلام ده المفروض النهارده انا بخلص باريس 2024 المفروض الاربع سنين دول لحد لوس انجلوس خلاص المفروض انا اجيب اللعيبه واقعد زي ما بيعمل الاتحادات الناجحه. لازم النهارده في اليه ان انا اتكلم مع الاتحادات او اقدر مش عايز اقول احاسبهم يعني ولكن في اليه تعالى انت اتحاد لان مين اللي بينفق في الاخر؟ الدولة المصرية. ما الدولة اللي بتصرف فلازم الدولة تتكلم وتحاسب. قبل كده حصل معانا ده اللي هو تعالوا بعد الدورة 2012 تعالوا عضو كل واحد يكتب عايزين ايه. كتبنا عايزين قال بس بشرط كله هيتحاسب. انا موافق. اللي عمل هيتحاسب أنا اللي ما عملش هيتحاسب. انت طلعت خدت بطولة عالم ومصطفى خد تاني عالم. فبناء عليه انت ارتحت نفسيا. انما انت النهارده احنا عندنا الصورة مبهمة. يعني احنا عندنا حتى الصورة بعد الاولمبياد مبهمة. لا عارفين احنا بعد الاولمبياد ايه اللي هيحصل. لا عارفين احنا بعد الاولمبياد هنتمرن ولا ما نتمرنش. في يا باشا انتخابات بعد الاولمبياد. طب قول لي خليني اتكلم في ارقام. ماشي. انت احسن رقم حققته لغايه دلوقتي يعني رقم دلوقتي اللي انت جايبه امبارح مثلا. انا السنه دي ما لعبتش غير ماتش واحد اللي هو دوره. لا سيبك من ماتشات التمرين. لا في التمرين التمرين مش مقياس. مش مقياس. مش مقياس. انا مثلا ممكن ارمي في التمرين 84 متر. بس اجي في الماتش ما اعرفش ممكن ارمي كام. طب اخر ماتش لعبته. اخر ماتش سليم ولا مصاب؟ لا سليم. اخر ماتش سليم لعبته كنت لعبته في بلجيكا رميت فيه 83 78 ما شاء الله يعني قرب ال 78 قرب خلاص يعني 20 سم على 84. طيب حالتك دلوقتي البدنيه ايه؟ هل في اصابات؟ هل في شكوى من حاجه؟ انا كنت في دوره العاب افريقيه كنت مصاب في كوعي. بعد كده لا ما عنديش اي اصابه خالص الحمد لله. دلوقتي دلوقتي احسن كتير جدا الحمد لله. الحمد لله. طب مصطفى برضو هل بتشتكي من حاجه بدنيا؟ لا الحمد لله ما فيش اي حاجه يعني. يعني عديت نفسك كويس. خلينا نقول بقى عديت نفسك يعني عالجت نفسك لان وضع طبيعي لان انا عارف ان العصر على الركب يعني يمكن ايهاب عنده العصر اكتر على كوعه. انا الركب انا انت الركب اكتر لان يعني الروتيشنات دي بتفرم الركب والغضاريف. اكيد طبعا اكيد طبعا. انت النهارده انت بالنسبه لك او رمي الرمح او رمي الجله والمطرقه الاثنين عصر الركب. ركبك تمام الدنيا الحمد لله تمام. بس طبعا هي مش مقياس هي اصابه بس ربنا يبعد الاصابه يعني. لا بتكلم واحنا قاعدين على الحمد لله. الحمد لله تمام الحمد لله تمام الحمد لله. وبرده انا برده عايز اشكر برده كابتن ياسر لحاجه
ان انا ان هو متابع معايا والدكتور النادي الاهلي متابع معايا لدرجه ان هم عاملين لي كل فتره بعمل اشاعات. حلو جدا ما شاء الله. عشان اطمن على نفسي لدرجه ان هم كابتن ياسر النهارده قال لي قبل ما تسافر المباريات برضو بطمن ونعمل اشعه بحيث ان رنين على الرنين عشان تشوف الالتهابات في الاوتار بالظبط. فيعني انا بشكرهم جدا ان هم متابعين الحاله طبعاً. في فرق حد متابع الحاله وعايز يطمن عليك كل شويه. وفي النادي الاهلي طبعا ده شرف ليا. انا لسه كنت اقول لمصطفى انا اكتر حاجه في حياتي مبسوط بيها في حياتي ان انا يوم ما مسكت العاب قوه ومسكت رمح ولعبت بطوله لعبتها باسم النادي الاهلي. يعني دي اكتر حاجه بجد شرف ليا وتعلمت كتير جوه طبعا. اتعلمت كتير وتفضل طول العمر ابن النادي الاهلي ونتشرف بيك لان انت اسم كبير طبعاً. لا ده انت اسم كبير. طب مصطفى خليني اقول لك برضو على يعني هل محتاج تعمل اشعاعات ولا حاجه تطمن عليك؟ لا لا تمام الحمد لله. هي بتبقى باينه يعني. اه لا الحمد لله بحس ان هي الركب. لكن طبعا انا لو محتاج حتى النادي بيخلص لي كل حاجه يعني. طب انت هل احتجت اكويبمنت مثلا الفتره الاخيره بعض الادوات مثلا الطبيه حاجه كانت؟ لا لا تمام ما كانش يعني. واللي انت طالبه هل من النادي الاهلي بيوفره لك؟ كل حاجه بتوفر. الادوات بتاعت المطارق وكل حاجه بتوفر. اه لا لا كله بتمرنوا في المعادي صح؟ لا لا في استاد القاهره. استاد القاهره انا قلت الرمي في الاستاد. اه بس حلو الاستاد مكانه كويس وقريب. بس هو انا عارف انت بتمرن في الشرقيه. انت اوقات كتير بتمرن في الشرقيه دلوقتي؟ اوقات كتير بتمرن في الشرقيه انا عشان خاطر مدربي هناك كابتن محمد نجيب. هو مدرب النادي اسم كبير والدنيا مصر كلها بتروح له. الحاجه الثانيه الاستاد دلوقتي بقى زحمه قوي بصراحه. زحمه. فانت في الروقان بقى في الشرقيه هنا. هو عيني نزل انت في الاستاد. هي المشكله برضو ان مفيش غير مكان واحد للمطرقه بالظبط الاستاد. ها فهو مضطر ده الاستاد الفرعي بتاع الملعب الفرعي. اه طبعا دي مشكله ان ما عندناش غير مكان واحد بس يعني على مستوى الجمهوريه. انت من سكان ايه يا مصطفى؟ انا ساكن بيت نصر فصحصح انا قدام الاستاد على طول. بس بتروح تلاقي طبعا الملاعب زحمه طبعا. فعشان تلاقي لك ميعاد ده موضوع مختلف. طبعا انا بخش بالعافيه مش بالعافيه ان انا اعمل ميعاد. طب ليه ما عندناش مطرقه ثانيه؟ ليه ما تعملش ملعب ثاني؟ ما ده برضو حاجه عشان النهارده الملاعب كلها موجوده في كل حته بس المطرقه بالذات انها تترمي على النجيله. الملاعب دي بتلعب عليها كوره بوز. المطرقه بتنزل بتفجر النجيله فطبعا بيبقى اي ملعب لا مطرقه ما تخشش. ما هو الفكره كلها ان انا برضو لازم اعمل حاجه زي كده. النهارده اكبر بنيه تحتيه رياضيه في تاريخ مصر اتعملت في الكام سنه اللي فاتوا. فالنهارده برضو لازم المسؤولين يحطوا في اعتبارهم ان لازم يكون في مكان رمي الجله وكمان المطرقه الاثنين لانه الاثنين برضو زي ما انت قلت تنزل تفجر النجيله. فليبقى ملعب مخصوص بحيث ان انا عارف بعد ما هيعمل هنرمي هنعمل ريبير للنجيله. ممكن نبقى عاملين جزء نتمرن اسبوع هنا واسبوع من الناحيه الثانيه بحيث ان انا جزء من النجيله يبقى عندي مكان في كل حته. بس مش احنا مش اول ناس تتمرن اللعبه دي يعني. صح. بس ان شاء الله كلنا ثقه فيكم باذن الله. ومش بس كده احنا اي نتيجه هتحققوها احنا فخورين بيكم بالمعوقات اللي انتوا شفتوها اللي انتوا تتاهلوا والدعم القليل اللي انتوا خدتوه من الاتحاد. مع ذلك احنا متعودنا منكم ان انتوا ولاد مصر وان انتوا بتعملوا بطولات وهي دي هم دول المصريين ممكن بامكانيات قد كده يحقق نتيجه قد كده ويتبقى توفيق الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. بشكركم نورتوني وشرفتوني مصطفى نجم مصر طبعا في المطار. ربنا يخلي حضرتك نورتيني وشرفتيني وهنتابعك وهنتابع اخبارك وكل الدعوات وكل قلوبنا معاك ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخلي حضرتك ايهاب نورتني. ربنا يخليك ودايما بعتز بوجودك. ده شرف ليا والله يا كابتن. كادر كبير ونتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله باذنك يا رب نبارك لك على نتيجه كبيره جدا. ربنا يخليك يا كابتن والله ده شرف ليا والله. نورتك. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل مكملين طبعا لقاءاتنا. هيكون معانا بعد الفاصل مصطفى الشريف رامي الرمح كمان وهيكون معانا محمد مجدي حمزه طبعا رامي الجله والمشارك في الاولمبيات ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وزي ما قلنا في اول الحلقه الحقيقه عندنا خمس لاعبين تاهلوا الى بطوله العالم. كان معايا في الفقره الاولى ايهاب عبد الرحمن وايضا كان معايا مصطفى الجمل. في الفقره دي معايا اثنين اتاهلوا للاولمبياد اصلا من ولاد النادي الاهلي طول عمرهم من ولاد النادي الاهلي وهم يعني مش دي اول مشاركه ليهم في بعضهم من الاولمبياد. هيكون معانا مصطفى الشريف اللي برحب بيه. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انت رمح طبعا وايهاب كان موجود وانتوا ان شاء الله نجمين كبار تتحققوا ان شاء الله نتيجه جيده جدا. منورنا يا مصطفى. بنورك ربنا. معايا طبعا محمد مجدي حمزه رامي طبعا الجله المصري والعالمي كمان. اهلا بيك يا محمد منورنا. ده حضرتك نور. وان شاء الله يعني موفق في الاولمبياد ان شاء الله باذن الله. ومعانا كمان الضيفه الخامسه طبعا ما جاتش النهارده اسراء اويس وهي خامس المتاهلين لبطوله الاولمبياد 2024. ابتدي مع محمد مجدي حمزه او مجدي زي ما الناس بتقول لك يعني او بتنادي لك. تاهيلك ازاي او تاهلت ازاي للاولمبياد ومشوارك كان ازاي وعرفت امتى ان انت خلاص جوه الاولمبياد؟ هو التاهيل فتح 1/27/23 في طريقين ستاندرد برمي فوق ال 21/50 او الرانك بفضل موجود من احسن 32 يعني.
21 50 اه ده ان انت لو جبت الرقم ده فوقيه تبقى فوقيه وعاده بيجيبوا بعد قليل قوي يعني عدد قليل وانا كنت يعني انا كان 21 10 في اولمبياد طوكيو وانا جبت ساعتها 21 40 ما شاء الله. ف بعد بودابست على طول بدانا في التاهيل. بودابست اللي اتعمل السنه اللي فاتت كانت لعبت في شهر 8 شهر 8 دي كانت برضه مؤهله ولعبت حلو عملت يعني جبت ال 14 ده كان احسن مركز جبته ليا يعني رقمك كان كام وكنت رامي 20 70 وخدت بوينت قوي جدا حلو من ده قربتك للتاهيل قربتني. حسمت التاهيل امتى بقى؟ التاهيل معايا انا كان محسوم من بدري بصراحه يعني معايا انا كنت انا على طول يعني كنت على طول من 16 او 17 العالم محافظ على المكان ده فكان معقول بدري بس هو 30 6 الرانك قفل 20 24 2 7 تقريبا اعلنوا عن طب عن انت طب انت كنت عارف ازاي برضو يعني انت كنت لو انت محافظ على ترتيبك العالمي ال 14 15 16 ده انت كده متاهل يعني مثلا انا مثلا كنت 1200 41 نقطه مثلا ماشي. فمثلا الاخير 1190 انه يزيد مثلا 40 نقطه دي محتاج يرمي رقم فلكي يعني. فانت كنت عارف بقى فانا كنت عارف ان الدنيا ماشيه كويس وساعدك بودابست بتقول بودابست اللي انت رحت جاي فيها 20 70 بودابست ولعبت ملتقى في تشيك رميت فيه يعني 21 الا كام سنتي بالظبط حلو اداني بوينت قوي برده طب انت ما جبتش 21 50 في المنافسات المحليه مثلا المحليه لا المحليه كانت منافسه واحده لعبت فيها اللي هي بطوله الجمهوريه وانا بصراحه كنت راجع من بطوله افريقيا كان عندي اصابه في ايدي كده كانت الجله يعني عملت لي جزع هنا يعني جزع بس ف ما قدرتش تلعب او ما جبتش رقم وانا بصراحه يعني ساعتها كنت بص على الاولمبيات يعني مش عايز اجازف وانا خلاص الحمد لله بنرجع في الاولمبيات فمركز على الاولمبيات وخلاص الماتشات دي خلاص الماتشات دي في طريق يعني. بس ف يعني في الاخر يعني مع 2 7 عرفنا مين متاهلين وانا دلوقتي قفلنا على نفسنا خالص لحد الاولمبيات حتى وقفت ماتشات خالص يعني وقفت ماتشات خالص انت اول حاجه هتعملها تمرينك العادي اليومي او الحاجات اللي بتعملها او نظامك تمرينك اليومي لغايه ما تروح ان شاء الله مع ايهاب ومصطفى ان شاء الله في يوم السبت هتروح بقى تقفل على نفسك 12 يوم او 13 يوم ان شاء الله لغايه الماتشات ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. طب طمنا على حالتك البدنيه في اصابات في اي مشاكل في ركبتك او سمانتك على ما افتكر كان فيه سمانه صح دي كانت دوت عاب بحر المتوسط في الجزائر سمانه صح لعبت بيها كده بس لا الحمد لله من الماتش ده ساعتها خلاص كانت اصابه وقتها انما ما كانتش كلام لا مواظب مع دكاتره ودكاتره الاهلي والنادي الاهلي وكده لا يعني الحمد لله ما حصلتش تاني الحمد لله يعني والحاله البدنيه الحمد لله كويسه والنفسيه كويسه بس هو ده ان شاء الله يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمك باذن الله مجدي باذن الله يعني اجي لك يا مصطفى انت ما شاء الله سنك صغير 23 سنه مظبوط تاهلت ازاي وصلت الاولمبياد برغم سنك الصغير يعني ايهاب خبره وعارف وعارف هو بيعمل ايه عشان يوصل انت كان الموضوع بالنسبه لك جديد دي تقريبا اول مشاركه اولمبيه اول مشاركه اولمبيه مظبوط تاهلت ازاي هو الموضوع معايا كان صعب جدا يعني انا المشكله ان انا ما شاركتش بطوله عام السنه اللي فاتت كانت برده واقفه معايا على كام مركز تمام فهو الموضوع ما زقنيش ما كانش فيه انا مبتديها من البدايه خالص تمام وبرده الماتشات بتاعتنا بتبتدي متاخر يعني وكده وبرده انا في الجيش فطبعا تصريح سفر في ماتشات كتير ملتقيات يعني ما بعرفش بتاخد وقت لاستخراج تصريح السفر طبعا مشكله على موضوع تصريح السفر كنا عارفين صح فهو الموضوع كان صعب يعني فبرضو عدد الماتشات مش كتير فايه برضو طب عملت ايه يعني شاركت كنت مهم منك ان عدد البطولات القليله اللي تشارك فيها تجيب فيها حاجه مظبوط ما لازم ملهاش طالما عدد الماتشات قليل يبقى لازم الكواليتي بقى تعلى مظبوط عملت ايه ايه البطوله اللي قربتك قوي للاولمبياد البطوله اللي كان عندنا دور الالعاب الافريقيه في غانا ده كان رقم ده كان تقريبا اول ماتش ليه في السيزون كان في غانا اللي كان في شهر مارس مظبوط هو اصلا ده كمان كان بدري عن المعتاد مش دايما الماتشات بتبقى في الوقت ده صحيح تمام هي بتبقى في شهر 8 واتأجلت لشهر 3 عشان غانا كان عندها مشاكل في التنظيم مظبوط انا فاكر كويس قوي ده حقيقي بس طبعا كان ماتش صعب جدا بالنسبه لي ان انا ما كنتش هسافر اصلا انا لغايه قبل السفر بيومين كنا بناخد قرار مع الدكتوره مسافر ولا لا كان عندي اصابه جامده في الضمه في الضمه وطبعا دي اساسيه بالنسبه لي في شغل الضمه مظبوط بتجري بجنبك مظبوط هي الكروسات بتاعتي اساسي ضمه مظبوط فهو يعني انت قبل ما تسافر بيومين انت هتسافر مش هتسافر ما لحقتش اصلا قعدت فيها حوالي شهر ونص شهرين ورحت عملت نتيجه كويسه والحمد لله عملت ثالث ب 78 50 حاجه كده ما شاء الله 78 50 رقم كويس يعني انا بالنسبه لي ما كنتش مبسوط منه قوي رقمك كام يعني انت احسن رميه رميتها حتى لو في التمرين لا في التمرين لا يعني انا في التمرين مش بنركز على الارقام على قد ما هو التكنيك تمام طب في الماتشات احسن رقم انا اعلى رقم ليا 81 92 ايه ده ما شاء الله على التمرين 81 92 ما شاء الله فبطوله الالعاب قربتك جدا قربتني حسبتها بقى امتى
يعني لغايه اخر وقت برضو. اخر وقت في الجمهوريه ولا فين؟ فكان في الجمهوريه وكان قبلها برضو كان عندنا ماتش بطوله افريقيا في الكاميرون، بس كان ماتش يعني جامد وكان صعب جدا. كان ماتش يعني عملت تالت برضو. حلو. بس هو كان ماتش ككل كان ظروف يعني. احنا الماتش بتاعنا بكتير وبقى ساعه ونص ولا حاجه، احنا لاعبين ماتش 4 ساعات ونص. ليه بقى؟ هو طبعا تنظيم كان سيء جدا. بطوله يعني عرفنا الاتحاد الدولي ما كانش معتمد البطوله اصلا انها توصل كده. كانت بطوله كارثه يعني. طب ازاي ما اعتمدهاش ورحتوا؟ لا هم واحنا هناك واحنا هناك كان لا هو احنا هناك طلعوا ان هي مش معتمده. وخلال تقريبا وانا جوه الماتش عرفت ان هم اعتمدوها. ايه ده؟ ايه الخلاط ده؟ طبعا معتمده مش معتمده؟ لا معتمده. هم الاتحاد الدولي شايف ان هي بطوله كارثيه بمعنى كلمه. ما فيش تنظيم. حد يميز اللي راح. ما فيش تنظيم، ما فيش اي حاجه. الموضوع صعب. انا الران واي بتاعي اصلا من عندي الفينش كان مقطوع. فانت مش عارف ترمي منين اصلا. انا يعني انت مش عارف ترمي منين. يا اما برمي من بدري يا اما برمي مزنوق في حته اقل من نص متر. فانت على ممكن الشمال 2 متر يروحوا منك اصلا في الرقم في القصه دي يعني حاجه كده مظبوط. وطبعا يعني ماتش 4 ساعات ونص. الملعب الفرق ايه ده كمان؟ الملعب اعلى من سواء من الدايره عندي او من الران واي كان اعلى اصلا. الملعب اعلى. النجيله اعلى. يعني انت شايف ايه ده؟ يعني انت بترمي لفوق اكتر. يعني في مثلا في الجول عندي. انت كنت هناك في الكاميرون؟ عملت برضه برونز يعني. لا يعني الارض وحشه. ممكن يعني مثلا عندنا ممكن تطلع مثلا نص متر، تقالي نص متر سوري يعني. يا نهار ابيض. وهتلاقي فرقه معاه مثلا متر ولا حاجه برضه. هي طبعا فرقه معاه كتير اطول. لا ونفسيا كمان انت خلاص منك للاسفلت. هم صلحوه قبلها على طول واتقطع تاني واحنا في الماتش. فماتش طبعا حصل سيول جامده جدا. ده ايه ده؟ هو الماتش من اوله. طب انت تعرفت انت تأهلت بعد دي ولا لما قفلوا 2-7 اعلنوا التأهل؟ لا انا كنت يعتبر عارف من قبلها، بس كنت قلقان برضو ان انا كنت طبعا. ما كنتش يعني كنت في الاخر شويه. طبعا نتيجه انا الماتشات بتاعتي قليله. ف يعني هو المفروض عشان نتحط في التصنيف 5 ماتشات. انا تقريبا لعب 6 ماتشات بالعدد. ما كانش عندي وقت ان انا احسن العب سابع او تامن. العب سابع فيشيل مثلا ماتش اقل. مفيش. لا خالص. هو الماتش اللي لعبته خلاص. هو الماتش يعني 6 بطولات اقل حاجه تلعبهم 5. مظبوط. طيب نقول ان انت تاهلت خلاص. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا دايما بؤمن اللي بيتاهل بصعوبه شويه بيبقى ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله رايد له حاجه. يعني ان شاء الله. خليك فاكر كلمه ايه يا سيدي؟ يا رب. لا لا ان شاء الله اتمنى يعني. يعني اللي دايما بيبقى يعني انا فاكر بيج رامي اول بطوله خدها كان معانا هنا. وبيج رامي كان متاهل للمستر اولمبيا، كان وقت كورونا وتاهل بالوايت كارد. تخيل بالوايت كارد يعني رايح هناك يلا تعالى وراح خد مستر اولمبيا. فهي وهو ما كانش متوقع له ابدا ياخد. كان عنده كورونا وكان خاسس بس راح سبحان الله مظهر حلو على الستيج خد مستر اولمبيا. فانا دايما اللي بيتاهل بصعوبه كده مش معنى كده اللي اتاهل كويس. لا انا بقى بقول يعني ان يعني كله تمام وكله حلو عشان بس ما تقوليش. لا بس انا بقول ان اللي اتاهل بصعوبه بيبقى ممكن يعني يكون عنده ان شاء الله حاجه كويس. طيب اجي لك برده يا مجدي، يمكن انت دارس الموضوع هناك كويس شايف الدنيا. كلمنا عن اخر بطوله شاركت فيها، بطوله عالم او بطوله جائزه كبرى او بطوله كبيره في اوروبا شاركت فيها اخر واحده كده. وانا ممكن يعني كملخص سريع مثلا انا لا كجائزه كبرى شاركت في هو طبعا يعني بتبقى اسمها جائزه كبرى بس هي تبقى في حاجه اسمها برونز ميتنج سيلفر ميتنج كل حاجه ليها النقط بتاعتها. أيوة. بس انا المعظم يعني حققت اول في واحده وعملت تاني في حوالي 3 وعملت تالت في واحده ما شاء الله. يعني في يعني كله كنت واخد بوينتس كويس ما شاء الله. افريقيا دوت عارف كيف غانا عملت تالت كويس وعملت برضو برونز في الكاميرون اللي هي بطوله مش دوره ما شاء الله. والاثنين كان تنظيمهم سيء الصراحه بس خلاص يعني هي افريقيا وتعودنا على كده. طب انت متابع الارقام الدوليه العالميه يعني اخبار متابعها يعني افضل رقم لغايه دلوقتي حققه حد رايح الاولمبياد حقق كام؟ ما هو 23.56 ده من امريكا. ده حققه قريب ولا يعني موجود في البطوله اللاعب ده؟ طبعا موجود في الاولمبياد اكيد طبعا موجود. لا لا اصل اقول ان حققه لسه بيلعب يعني موجود. لا لسه يعني هو موجود جوه الرانك. ايوه انا قصدي جوه الرانك من بعد شهر. بس هو ممكن يجيب 23.56 بس الثاني يروح جايب 21 يعني قصدي اقول ممكن يبقى هو عادة الفرق كبير. عادة في الجوله اعتقد فوق ال 22 تجيب ميداليه. ميداليه ان شاء الله. وهي انا بشوف يعني بصراحه ما فيش حاجه بعيده عن ربنا. الواحد ممكن في ماتش يعني انا على نفسي في بودابست انا كنت رايح بحاله نفسيه ما كانتش كويسه وكانت في اصابات وكده ورايح العب اي حاجه. لقيت مره واحده بودابست رميت رميه حلوه وكنت قريب جدا من التاهيل
والرميه دي فرقت معايا جدا في 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 تاهيل الاولمبياد. انت بتقول في اول اول محاوله فمش لازم يعني بحس ان هي مش بالحاله ممكن عادي ربنا يكرم رميه يا رب. صح انت المهم تكون جاهز ما عندكش اصابات فيزيكال ظابط وزنك. طب انتوا خدين بالكم من موضوع الدوبينج والقصص دي يا اولادي ولا لا؟ والله يعني انا اصلا موجود على يعني على الوير اباوت اساسا هو ادمز. ايوه انت موجود عليها. عارفين مكاني فين على طول وبصراحه يعني انا بحب اشكرهم صراحه. هو يعني هو يعني على طول اي دواء باخده ببعته هم عاملين على الماسنجر على طول. هنا في مصر هنا مصر الوير اباوت يعني انت فين دايما مراقبينك بتبعت لهم اي دواء بتبعت ببعت لهم على طول بيردوا في ساعتها. طب المكملات بتبعت لهم انتوا بتبعتوا المكملات لازم هي لازم كل حاجه كل حاجه بتواصل معاهم فيها وبي يعني يدوك عنها ويقول لي ولا ولو حد لو حاجه خايف منها يقول لي لا بلاش. انت عارف اخطر حاجه المكملات الغذائيه اللي مش معلومه المصدر يعني في شركات كبيره ملوثه اكيد بس انا بكلمهم يعني هم يعني متفاهمين جدا وعلى طول بيردوا فدي حاجه مساعده. طب هل بتعمل لك تيستات مصر بتعمل تيستات للاعيبتها يعني أكيد. النهارده ممكن تجيبك تقول لك اعمل تيست مش عشان يوقفوك لا عشان يشوفوا انت فين. لا لا هو يعني انا حللت السنه دي كذا مره منهم مرات كانت في البيت 7 الصبح يعني بيجوا البيت 7 الصبح بس كويس يعني مصر عامله شغل في الموضوع ده لا كويس طبعا واحنا على طول يعني بصراحه انا بشوف ان دي حاجه كويسه ان انا بره ما اتخضش من اللي بيحصل او بره بيبقى اكتر كده كمان يعني بره يمكن بيجوا في وقت معين واحنا يعني بتوع عارف اللي فاتت انا وصلت الفندق تقريبا الساعه 4:30 الفجر 5:30 خدوني من الاوضه يعني نهار ابيض هم جايين لك قصدين لا هم يعني هم خدوا يعني اخذت 5 من مصر يعني منهم كنت انا صعب قوي لعيبه العاب القوه عايش 24 ساعه حاسس انه مطارد لا بجد ده حقيقه انا مش هاكل ده كوبايه الشاي فيها لا مش هاكل اي حاجه حتى الاكل من الشارع او كده انت في الاول كنت بحس ان انا كده بس مع الوقت حاسس ان الموضوع عادي وكنت متوتر يعني بصراحه اي تحيه بشوفه متوتر وكده مع الوقت بدا الموضوع يبقى هادي ولما بقيت اتواصل معاهم ويردوا ويقولوا لي لا خد الدواء ده خش الدواء ده مش عارف ايه ده تمام يعني اقول لهم على الدواء مثلا يقول لي لا ده مش هينفع ريحوا الدنيا مش محتاج تعمل بقى مجهود لا انت مجرد بتبعت على الواتس على الماسنجر على طول ببعض بيردوا في ساعتها ولو في حاجه ساعات بروح لهم بتبعت لمين بقى تاني للنادو المصري النادو المصري لا بصراحه 24 ساعه بيردوا عليك او ايا كان في وقتها بيردوا عليك لا الدواء ده لا فاكر مره تعبت جدا قالوا لي خد الدواء حتى لو في مشكله وتعال لنا يعني مع سلامه اللاعب اهم من اي حاجه دلوقتي بس انا بلغتهم قبليها بلغتهم قبليها وبيعملوا حاجه اسمها تي او اي عذر طبي ساعتها فلا يعني انا نفسي بصراحه اللاعب ده كان عنده دور برد في الوقت الفلاني وخد الدواء الفلاني خد الدواء الفلاني وبيقدم وبيعه عادي جدا بالظبط ممتاز. طب انت برضو بالنسبه للدوبنج يعني هل حصل تحليل قريب انت في وير اباوت زي هو لا انا مش زي مجدي في وير اباوت بس انا يعني اوريدي تقريبا بحلل بعد معظم الماتشات بتاعتي سواء في مصر او بره يعني بعد الحصص حلو دايما بيختاروك انت يعني تقريبا كده بس هو يعني انا بحلل هنا بعد بطولات الجمهوريه لما كنت في الامارات حللت بعد الماتش لما كنت برضو في المانيا عملت رقم جديد هناك ساعتها عملت رقم كام بقى هو الرقم ده 81-92 هو ده انا عملته هناك في المانيا السنه دي مظبوط هو طب انت الرقم الاولمبي او اللعيبه اللي داخله في الاولمبيات مين اكتر واحد داخل برقم عالي زي ما عارف واحد الماني عنده 88 متر ده انا لعبت معاه الماتش في المانيا هو ده كان المركز الاول وانا الثاني وجاب 88 في المانيا جاب الماتش ده تخش يرميها عادي عادي يعني طب هو ممكن يكون اللي بعديه جايب 85 طب اللي يجيب فوق ايه زي ما قال مجدي كده ياخد ميداليه يعني بنتكلم فوق ال 85-86 يعني ده انت ممكن على فكره انت ممكن ربنا يفتحها عليك خلي بالك مش يعني مستبعدة والله يعني عايز اقول لك ايه والله احنا يعني ساعات ننزل في الماتشات كنا مستبعد خالص يا عم انا ببقى ليله الماتش قاعد عمال اشوط واجلي وقول ده انا بكره بص مش هشوط شوطه والاقي نفسي جبت 7-8 تلاتات في الماتش فهي بتبقى بتاعت ربنا انت بتشتغل وممكن ربنا يكرمك في رميه زي ما بيقول مجدي ما تعرفش مظبوط يعني شويه هوا شويه بتاع بتفرق متر ولا 2 متر ده حقيقي فهو انا يعني ان شاء الله مش مستبعد الموضوع يعني انا الواحد نفسه انه هناك او مشاركه اولمبيه ان شاء الله بس مش عايزه تبقى مجرد مشاركه مشرفه يعني نفسي اخش فاينل فيعني الواحد بيحاول يعني في طب الموضوع طب هتلحق من هنا اليوم السبت تخلص تصاريح سفرك والموافقات قرار وزاره طلع الاول؟ لا تقريبا لسه ما طلعش مش عارف برضو بس هو تقريبا لسه ما طلعش قالوا لك هيطلع امتى الاداريين؟ هو المفروض كنا بنتكلم في النهارده او بكره المفروض ان هو يطلع طب خلاص ده النهارده لحد الاثنين السفر السبت يعني هيبقى عندك وقت ضيق ان انت لو قلنا طلع بكره هيبقى عندك 3-4-5 تلحق في الثلاث ايام دول تطلع تصريح السفر خاصه انت يعني مجند يعني هي بصراحه الناس متعاونه معايا انا خدمتي اصلا في اسماعيليه فهم بيبعتوا على طول للمركز هنا في مركز مبارك فهو مركز مبارك بيبعت لكل الجهات يعني بيتولى المسؤوليه باخد موافقه من تقريبا من 5-6 جهات مختلفه بتيجي بالتليفون ولا لازم تلف احنا لازم نلف بنفسنا لا مش بنفسي ومش بالتليفون فاكس او حاجات او مناديب يروح يخلص الدنيا انت عارف الدنيا وعارف الشانلز دي ومظبط مع الناس ولا بتروح لسه بتقف ولسه يعرفوك يعني لا هم عارفيني هم عارفين ان انا يعني السنه دي الحمد لله سافرت مثلا 4 مرات الدنيا جميله
فهو يعني شويه بشويه بيعرفوه. اول مره طبعا الموضوع طبعاً. وانت راجل اولمبي انت بتسافر ما حدش يعرف حاجه بالزبط. فاول مره في مره لا الموضوع بيبقى اسهل شويه بس هي بتفرق بس في فكره الوقت. كنا زمان بنخلص الكلام ده بنفسنا والله يا مجد. كنت انا وانا مجند وانا بروح بسافر مع المنتخب كنت بلف انا بخلص الورق. طبعا الدنيا اتطورت وبقى دلوقتي في طبعا فاكسات وفي امور بس احنا وقتها كان في فاكسات وكده بس كان لازم يشوف الشخص بنفسه. دلوقتي الدنيا تطورت ممكن نبعت صور على الواتساب ممكن نبعت حاجه فان شاء الله. هو مش قوي كده بس انا يعني طبعا لما قبل ما اسافر لازم اروح لهم طبعا للمركز بتاعي في اسماعيليه اقول لهم انا مسافر ولما ارجع لازم اروح لهم سلم نفسك طبعا اقول لهم ان انا رجعت وكده. فبس هو بصراحه يعني لا الناس متعاونه قوي يعني طبعا قبل السفريه الاخيره بتاعت الكاميرون كانت اجازه عيد فاجازه عيد البلد كلها اجازه نزولك مخصوص يعني تقريبا الحمد لله يعني انا استلمت التصريح قبل الطياره بكام ساعه على الفجر. احنا كلنا كده كنا بناخد التصريح ساعات والله العظيم كان بيجي لنا التصريح على المطار يعني هي الحمد لله. وبعدين هي كانت المشكله انها اجازه عيد فمفيش حد شغال الناس كلها اجازه بس هو الحمد لله يعني طبعا بس لك الحاجه البلد لما بتسمع اي حد شغال في اي مجال ده بطل اولمبي حتى احنا بنقول الاعلام انا ابطال الاولمبيين دول ليهم كاتيجوري تاني خالص يعني انا عندي البطل الاولمبي ده هو رقم واحد في اي حاجه مش اللاعب اللي هو دولي لا ده اللاعب الاولمبي ده انت النهارده بكره تعرف قيمه الكلام اللي بنقوله ده. اللاعب الاولمبي ده يعني حاجه بيتحط في برواز لوحده حتى لو ما حققش حاجه. اللاعب الاولمبي هو الاساس وهو الحقيقه اللي بنتمنى لهم كل التوفيق. يمكن ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. الوقت عدى بسرعه. اتمنى لكم التوفيق. هنتابعكم يعني مجدي هنتابعك ان شاء الله وهشوف الماتشات بتاعتك على الهواء. مصطفى برضو باذنك يا رب اول ما الماتشات تبتدي هنتابع واعرف ان في ناس واقفه بدارك وناس تتمنى لك كل الخير. احنا يعني خلينا يا سيدي اخرهم ولكن احنا فعلا نتمنى لكم الخير وهنتابع كل تفاصيلكم واي نتيجه تحققوها احنا سعداء بيها. انتوا ابطال اولمبيين اي نتيجه ولكن ان شاء الله منتظرين منكم الاحسن. مجدي نورتني وشرفتني. كل التوفيق ليك يا حبيبي ان شاء الله في الاولمبياد. مصطفى نورتني وشرفتني وحضرتك الاولمبيه ليك وان شاء الله تعمل نتيجه جيده ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونستقبل بقى رئيس الجهاز اللي مشي مع اللاعبين دول مشوارهم الثلاث سنوات اللي فاتوا مش بس وقبل كده كمان قبل طوكيو 2020 كان معاهم في نفس المشوار لان في لعيبه مش اول مره تشارك. مجدي الجمل هبة عبد الرحمن كان دي مش المشاركه الاولى ليه اولمبيه يمكن مصطفى اول مشاركه ليه اولمبيه. هيبقى لينا لقاء بعد الفاصل مع الدكتور ياسر داود نجم طبعا النادي الاهلي او رئيس الجهاز في النادي الاهلي وللحقيقه بعتبره نجم لان هو بيرعى كل الناس دي بنفس الكفاءه. نطلع للفاصل ونقابل الدكتور ياسر. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي الان هو الدكتور ياسر داود رئيس جهاز العاب القوى والحقيقه هو يعني من ضيوفنا الدائمين ومن الشخصيات الدؤوبه الحقيقه والمحبه للنادي الاهلي وكمان مش بس كده يعني حتى في واحنا في الاوف اير واللعيبه خارجه انا حسيت ان في ود يعني ما بينه وبين اللاعبين مش رئيس جهاز واللاعبين لا ده زي اخ زي والد بيطمن على ده وبيطمن على ده. الحقيقه جهد كبير جدا مبذول دعم من النادي الاهلي لقطاع العاب القوى قدر الاستطاعه طبعا لانه النهارده النادي الاهلي بيضم عدد كبير من لعيبه العاب القوى. يكفينا فخرا ان الست لعيبه اللي تاهلوا من الاولمبياد في العاب القوى خمسه منهم من النادي الاهلي. ست لاعبين هيلعبوا الاولمبياد من العاب القوى خمسه من النادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور ياسر. اهلا بيك يا تونس. اهلا بحضرتك. ببارك لحضرتك هذه النتائج المشرفه، ببارك لحضرتك تاهل خمس لاعبين من النادي الاهلي، ببارك لمجلس الاداره الحقيقه وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والنشاط الرياضي بالكامل تاهل خمس لاعبين من سته لبطوله العالم بطوله الاولمبياد. انت اسعد واحد النهارده. الحمد لله. كلمني عن اللعيبه ومشاركتهم. هل كنت متوقع الانجاز ده؟ هو اولا زي ما حضرتك قلت الاول لازم اقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين. راس السنه الجديده وبهني طبعا مجلس اداره النادي الاهلي واحد بقياده الكابتن محمود الخطيب وجميع اعضاء المجلس واداره النشاط الرياضي. وبهني نفسي والجهاز الاداري والفني والطبي واللعيبه وكل الناس عاملين في قطاع العاب القوى في النادي الاهلي. هو طبعا خمسه من سته دي ما حصلتش. وبدايه عايز اذكر ان احنا بمناسبه ما احتفلنا من سنتين بمناسبه الموسم الاستثنائي انا بقول ان الموسم ده استثنائي لالعاب القوى المصريه والاهلاويه ان مش هيتكرر خمس لعيبه من مصر والنادي الاهلي رايحين اولمبياد من ست لعيبه بشكل من سته يعني دي نسبه مش هتحصل وبقول ان اي حد بيفكر ان هو يلحق بقطار النادي الاهلي اعتقد ان هو يعني
مش عايز اكسر المقاديف يعني، هو بيحلم ان هو من سبع مستحيلات ان يحصل هذا الكلام. شغل وجهد ومبذول ودعم يعني ودعم فني من حضرتك رئيس الجهاز. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الف مبروك يا دكتور. خلينا نقول انه يعني بالرغم من ضعف طبعا المسندم للاتحاد المصري لألعاب القوى، خلينا نشيل عليه حضرتك الحرج، وخلينا اقول انا راجل متابع وراجل شايف، والاتحادات اللي شغاله احنا بنقول شغاله، مش عشان احنا بينا وبينها حاجه، ولكن لا احنا بنقول اللي احنا شايفينه. للاسف اتحاد يعني ألعاب القوى ما كانش ابدا على الاعداد المطلوب او الشكل المطلوب او المسؤوليه الملقاه على عاتقه كاولمبيات او اسم مصر الكبير، بس نتمنى من اللاعبين ان شاء الله ان هم قدها وقدود ويقدروا يبذلوا مجهود في البطوله رغم ضعف الاعداد الدولي. كلمني النهارده عن اللعيبه الخمسه، هل كنت متابع تاهلهم او خطوه بخطوه؟ مين اللي كان مفاجاه بالنسبه لك تاهله من الخمسه؟ يعني كلمني بقى، ارجع لي كده مثلا سنه ونص فاتت. لا هو الحمد لله الخمسه طبعا شيء طبيعي، احنا في متابعه دايمه، مش للخمسه بس للخمسين ولادنا في متابعه مستمره، ومش عايز اقول هي مفاجات. هو طبعا ان الخمسه يتاهلوا هو مش عايز اقول مفاجاه، هي خبر صار خبر سعيد، انما في ناس طبعا انا سعيد كل السعاده بتاهلهم طبعا برضه عشان الخمسه ما حدش يزعل منهم، لا الخمسه كلهم على 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 درجه واحده من طبعاً القرب والموده والانتماء. انما في مثلا مؤخرا اخر واحد او اخر واحده لحقت بهذا القطار اللي هي اسراء سمير، بس انت كنت متوقع لها كده؟ احنا انت من سنه معايا في البرنامج يا كابتن حضرتك قلت لي اتفرج على اسراء دي هتعمل ايه، فاكر؟ فاكر. حصل الحمد لله، حصل وتأهلت الأولمبياد، وتأهلت الحمد لله. الحمد لله. وبرضو الابن الصغير اللي هو مصطفى رامي الرمح اللي هو بنقول اعتبره امتداد لهاب عبد الرحمن، و 23 سنه الله اكبر يعني. ما شاء الله. وهاب طبعا نجم كبير، مش يعني اجهد من بعده، ولكن دايما دي سنه الحياه اللي بيجي جيل ورا جيل ورا جيل ان شاء الله. هو طبعا مصطفى، وبرضو والحمد لله ان مصطفى الجمل برضو حافظ على نقول روح اللي عنده الروح العاليه ان هو يلحق ويتاهل تاني لباريس. هم كلهم ما شاء الله نتائج برغم ضعف الاعداد، وهو النادي الاهلي بس يعني خلينا نقول اللي واقف جنبه بامان. دي حقيقه، دي حقيقه طبعا الأهلي بس اللي واقف جنبه. طبعا دي حقيقه. وبعدين برضو يعني بطريق غير مباشر انا عايز اقول ان اي حد اللي كاره تفوق، مش بلاش كاره، انه مش حابب تفوق النادي الاهلي في هذه اللعبه بالذات، لا احنا من 2900 مثلا و10 فاحنا في حته بالجهد المبذول والاستمراريه، وان النهارده جيل بيسلم جيل. صحيح. دي حقيقه. صحيح. يعني النهارده بقول لحضرتك اهو مصطفى هيستلم من ايهاب، واسراء ما شاء الله لسه طالع صغير ما شاء الله، يعني في اجيال طالعه كويس. بالظبط. يعني ما شاء الله، يعني دي حاجه تسعدنا. طيب ما بحبش السؤال ده، يعني ما بحبش دايما اقول طب تتوقع ميداليه تتوقع ايه، ما بحبش السؤال ده خالص. انا بامانه دايما انا بقول ان اللاعب بيروح يعمل احسن عنده، والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تمام. ممكن راميه ربنا يوفقك فيها، واحد مش في الحسابات خالص ليه دخل خد ميداليه. تمام. انت متوقع للعيبه يعني تؤدي اداء كويس؟ خلينا نقول كده السؤال كده. ان شاء الله متوقع يؤدي اداء كويس واداء طيب واداء بطولي، لان هم الروح اللي عندهم يمكن زي ما حضرتك قلت دلوقتي احنا بنأكد عليها، ان احنا بنسلم عليهم ونودعهم، مع ان طبعا مش هكون معاهم هناك، بس دي برده ما تمنعش خالص. ان احنا زي ما حضرتك قلت هنتفرج عليهم وهنسحبهم. هم لعيبه كبار عارفين يقولوا ايه نفسهم ويعدوا نفسهم ازاي. انما هم ان شاء الله هيتاهلوا للدور النهائيه، واتمنى التوفيق ليهم، لان المسابقات بالذات بتاعت الرمي والوزن زي ما حضرتك قلت بالظبط في نوع من انواع التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه المناسبه اللي بيسموها لحظه التخلص او لحظه التيك اوف المناسب. بنتعشم في الاخير ان ربنا يكلل جهودهم وتعبهم وتعبنا كلنا معاهم بنتيجه طيبه. يعني انا اتمنى ان شاء الله الخمسه يوصلوا نهائيات. يعني انا كهيثم شايف ان وصول خمس لاعبين او ان شاء الله كلهم يعني الله. او السته مصر كلها، خلينا ما نتكلمش عن لعيبه النادي اللي بس السته اللي بيشاركوا، لو وصلوا نهائيات بالاعداد اللي هم خدوه الضعيف ده، لا ده انجاز كبير جدا. واتمنى انه بعد الاولمبياد اتمنى يعني يبقى في قعده مع الاتحاد وقعده من المسؤولين، سواء المهندس ياسر ياسين اللي انا بثق فيه جدا القائم بعمل رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، الدكتور اشرف صبحي اللي هو مش غريب عن اسره العاب القوى لانه كان بيلعب لعبه فرديه، يقعد ويشوف والادارات اللي عنده المختصه ويحط بلان للعيبه دي. يعني النهارده لازم يكون في الدوله، مصر دوله قويه ودوله فيها موارد، والنهارده موارد رياضيه وبنيه تحتيه قويه، فالنهارده بس ناقصنا حته ان احنا نقف جنب لاعبين ان شاء الله يحصل بعد الاولمبياد باذن الله. باذن الله نتوقع. طيب كلمني، طمني على النادي الاهلي، ازاي النادي الاهلي دعم اللعيبه دي؟ خلينا برضو نبرز الدور ده، ازاي النادي الاهلي وقف جنب اللعيبه دي، ازاي النادي الاهلي دعمهم، واكيد الدعم ده كان من خلال سيادتك للنشاط الرياضي لمجلس الاداره. كلمني عن اوجه الدعم
للاعيبه الاولمبيات من عندنا اللي شاركوا في الاولمبيات. تمام. هو طبعا الدعم للفرقه العاب القوى او فرق نقول فرق العاب القوى ما بينتهيش ومستمر من 10 سنين فاتوا. تحديدا نقول الموسم ده الدعم الخاص بهؤلاء اللاعبين طبعا اكيد اكيد دعم مادي طبعا وفي دعم طبي، في دعم اداري، متابعه اداريه، في اكويبمنت اجهزه بالظبط، محتاج اجهزه وادوات، ملاعب، ايجارات ملاعب، ايجار جيم، ايجار يعني مع ان الادوات دي برده حساسه وحرجه جدا سواء كان رماح او جلل محمد مجدي او الدايره نفسها اللي بيرموا فيها الجلل القرص، لازم يعني فيها متابعات وفي اهتمام واعتناء سواء كان بالايجارات او بالادوات طبعا. او بالمتابعه الطبيه بعد كده والاداريه ولحد ناقصه حاجه، تحليلات المنشطات والاشعاعات كل ده. ما لسه بيقول ايهاب انه عمل اشعه وهيعمل اشعه بالظبط، هو النهارده يمكن خد موافقه ان هو ان بكره يعمل اشعه على كوع قبل ما يسافر للاطمئنان عليه، زي اطمئنان عليه، بالاضافه بقى للدعم المادي، لان النهارده نقول ان الثلاثه من خمسه الحمد لله في عقود ليهم، نعم، عقود رعايه من النادي الاهلي الحمد لله هم برضو نقول بالنسبه للاعيبه العاب القوى في حته سابقه، نعم، ينقصنا اثنين اللي هو مصطفى واسراء، وان شاء الله ربنا يكرمهم لما يرجعوا من الادوار الثانيه باذن الله عقد وينقلهم راعي كمان ممكن من رعاه بنسعى فيها. والنهارده يعني زي ما قلت لحضرتك او انت قلت تفضلت بالكلام وقلت ان ان ان, إن النادي ما بيخلش علينا بالحاجات دي، وهو النهارده عندي مصطفى الواعد رمح واسراء لما يرجعوا بالسلامه ان شاء الله نقدر نلحقهم بالثلاثي، نعم، لاعبي اولمبي بقى بالظبط، فمن حقنا او من حق النادي يعملوا عقد، وكمان من حق الرعاه الكثيرين الحقيقه اللي احنا بنشكر كل الرعاه، مش هقول اسم يعني، ولكن النهارده الراعي ده بيقدم خدمه وطنيه كبيره، لاعب يعني بيكافح عشان يحط اسم مصر بالظبط بالظبط. احنا يعني احنا انا بتمنى تتاح لنا فرصه يعني ان شاء الله في القريب العاجل ببطولة عربية أو أفريقية، وبقول زي ما حضرتك قلنا قبل كده يعني مش عايز أقول أراهن، إحنا بعون الله وتوفيقه سواء كان عربية أو أفريقية البطولة دي في جيب النادي الأهلي إن شاء الله. لا ده أنا عايز أتكلم معاك بقى عن البطولة العربية اللي فاتت للناشئين، ونحن حققنا عدد كبير ميداليات، بس اسمح لي أطلع فاصل يا دكتور. أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا مع دكتور ياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى بعد أن تأهل خمس لاعبين من النادي الأهلي من أصل ست لاعبين مصريين مشاركين في الأولمبيات، وهذا الإنجاز الكبير مستمرين في الحديث عنه ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع دكتور ياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى في النادي الأهلي، ودايما بأكد على الإنجاز الكبير، تأهل خمس لاعبين من أصل ستة تأهلوا لأولمبيات باريس 2024، خمس لاعبين من النادي الاهلي، وحقيقه استضفنا منهم اربعه في الفكتين اللي فاتوا. دكتور كنت بتكلم على البطوله العربيه للناشئين بقى اللي فاتت، والنادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي حققوا فيها تقريبا 17 ميداليه. 17 ميداليه، يعني فاكر الرقم، انا فاكر الرقم الحمد لله ده كان من حلقتين ثلاثه، خلي بالك ايوه، بس انا فاكر الرقم ايوه، 17 ميداليه حققوها ولاد النادي الاهلي. ده يدينا انطباع او يدينا مؤشر ان المستقبل بتاعنا الحمد لله يعني مش عايز اقول الضامن الاكيد، الحمد لله المستقبل بتاعنا وبتاع مصر كمان مش الاهلي بس، دي حاجه جميله. ما هو الاهلي بيقف على رجله مصر كمان بالزبط. في اللعبه دي بتقف على رجل منتخب مصر في اللعبه دي بالزبط. طيب بالزبط. ايه سبب ان النادي الاهلي بيجذب الخامات؟ خلي بالك مش كل دول، احنا ما بنشريش حد، دول ولادك انت اللي عملتهم على ايدك الحمد لله من هم صغيرين، عشان بس اوضح للساده المشاهدين، العاب القوى دكتور ياسر بيجيب اللاعب وعنده 7 8 و10 سنوات وبيشتغلوا عليه، يعني ما احناش بنروح نشتري لعيبه، لا ما فيش الكلام ده، في ممكن تجيب لاعب او اتنين لما يكون هو حابب يجي لك. فالنهارده انت بنقول الحمد لله رب العالمين، ليه النادي الاهلي جاذب؟ ليه النادي الاهلي كل الخامات الكويسه بتجي لك؟ ايه السبب؟ هو السبب اتنين بصراحه، ان احنا كعاده النادي الاهلي اللي احنا يعني اتذكر مقوله احد المدربين لما جه يشتغل معانا في النادي الاهلي موسم او حاجه، قال انا حاسس ان في قطر بيجري ورايا، قطر يجري عشان ده مسؤوليه، القطر ده مسؤوليه، قال كده. احنا باستمرار مبدا الحلو التجديد عندنا وما بنستناش، يعني احنا البطوله خلصت اللي بعد الاسبوع اللي فات، احنا الاسبوع الجاي ده عندنا اجتماع بالجهاز الفني وبنقعد نحط خطتنا ومين عنده نوع من انواع الضعف اذا كان فيه نساعده وهنقفله ازاي. حلو. فاذا احنا عملنا عمل جماعي وبعد كده بيترجم فرديه في الملعب، لان احنا لعبه فرديه وكل واحد في حارته يعني. ايوه. ان احنا باستمرار عنصر جذب، لان اي لاعب في مصر لما يلاقي فرقه كامله بتكسب مش بيكسب مسابقه واحده، بس كل الايفنتات بيفرحوا بيها. انت النهارده لو انا اسف اللفظ يعني في نادي اخر وكسبت ميداليه ذهب، نعم، والنادي بتاعك او تيم خسران،
هتبقى برضو مش فرحان. مش فرحان. انت قاعد ناقصه. اه راجع في الباص ومعاك مثلا 5 6 12 خسرانين. النادي الاهلي كبطوله جاذب. النادي الاهلي كنادي حاصد البطولات دي لوحدها جاذب. طب ايه السبب الثاني؟ السبب الثاني بقى نقول ان احنا يعني ما فيش مجاملات كتير في الناحيه التدريبيه. الحمد لله. الحمد لله. احنا شغلنا بالساعه وبالمتر فصعبه جاملك. يعني انا بحبك او كل حاجه بس انما انزل الملعب فده السبب الثاني الرئيسي. ده اللي معروف عنك يا دكتور بصراحه. الحمد لله. بامانه ان انت ما يعني ما بتجاملش انت الملعب ارقام. الحمد لله. لا بتحب ولا بتكره. لا خالص. ودي حاجه كويسه. اذا انا شايف عادل ده ظبط اوضه اللبس وعندك البطوله فانت قطاع جاذب النهارده. الحمد لله. وعايز اقول لحضرتك ان في لعيبه كتير ثابت العابها ولعبت عندك في يعني رايق القفز بالزانة كان عندنا بطله كانت انا مش فاكر اسمها كانت بتلعب جمباز. كانت بتلعب جمباز ايوه فكرني بقى من كتر الابطال انا الحقيقه معلش اسمها ايه فكرني؟ كان عندنا شاهد وكانت الثانيه كان لا لا, لا, لا الاولى مين؟ الاولى اللي كانت شاهد جمباز. شاهد ما كانتش بتلعب جمباز شاهد الثانية حاجه صيام الله ينور عليك الاثنين دول انا فوجئت انه كانوا بيلعبوا جمباز وجم قفز بالزانه وقفز بالزانه الحقيقه لعبه صعبه جدا انا بخاف انا بشوف اللعبه بخاف ما بالك اللي بيلعبها لانه بيستغل يعني العصايه عشان ينط ويطلع ارتفاع عالي وينزل على السفنجه وقعد الجسم وينزل على ظهره كمان ينزل يلف وينزل مخيفه فالنهارده ما شاء الله عندك ابطال كمان في القفز بالزانه ممكن تلاقي الابطال دي فيهم الايام في الاولمبيه وهم سنهم صغير عندنا فعلا ثلاث ولاد وبنتين مميزين جدا جدا والحمد لله وصلوا ارتفاعات ما وصلناهاش السنين فاتت كتير يعني هم الولاد معديين 5 متر ودي ما حصلتش في مصر من اكتر من 12 سنه ما شاء الله والبنات برضو حاليا معديين ال 4 متر ودي برضو ما حصلتش كتير في البنات بتهيأ ال 4 متر كتير قوي يعني 4 متر في البنات يمكن الريت اللي عالوا بيه اسرع من اكتر من الريت اللي عالوا بيه الولاد كمان دي حقيقه يعني 4 متر في البنات ده عالي دي حقيقه جداً. وبعدين هي كان برضو عمرهم الافتراضي التدريبي كان قليل يعني ما كانش يعني فعلا بس هي جايه جاهزه من جمباز بقى هي جايه من جمباز في مرونه وفي رشاقه وكل هي بس التكنيك بالظبط وبتقول لي انا اول ما مسكت العصايه الزانه جبت التكنيك على طول بتقول المدرب يستغرب والله اكبر أيه. ويخلي بالك ده عين كشاف برضه ما هو طبعا. هو انت النهارده ممكن يجي لك حد تقول له لا ممكن تقول له لا حال تعالى انا عايزك دي حقيقه فانت النهارده عندك كشافين يعني في كل المحافظات الحمد لله احنا هل بيجي لك تليفون مثلا من المحافظه يقول لك يا كابتن عندي لعيب جامد تشوفه بتحصل بس مش كتير مش كتير بتحصل يعني لسه من اسبوعين بالظبط حد كلمني في المحل قال لي عندي واحد كويس وبعت لي الفيديو بتاعه وكلام من ده قلت له ايه قلت له والله لما بس استقر كده اهدى اجي اشوف اتفرج عليه واشوف اكيد ممكن تقول له تعالى اتفرج عليك ممكن لو احنا النهارده امكانيه موجوده الملعب متوفر وفي مكان وبتاع وفي امكانيه عادي تشوفه انت برضو هدفك ان انت تجيب لعيبه واعمار كمان سنيه كويسه فدي حاجه كويسه طبعا فحلو ان انت متصل برضو مع كل الكشافين في كل المحافظات الحمد لله احنا يعني الحمد لله على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلنا يعني كلهم عارفيننا وعارفين النادي الاهلي وعارفين بيتعاملوا مع مين وزي ما قلت لحضرتك احنا ما عندناش مجامله كتيره فهو بيبقى جاي ومش يعني هو مش كويس اقول انت خلاص مش كويس شكرا كويس خلاص كويس مش 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 هجامله يعني ان شاء الله فلذلك هو لو مش كويس مش هيجي ومش هبعت لك الفيديو لو مش حاسين ان هم كويس فعلا وهم شايفينه كويس مش هبعت لك الفيديو انت مش هتجامل حد بالزبط. وعارفين ان في ابطال عندك فانت مش هتدخل حد عليهم اللي اذا كان فعلا يستحق يخش دي حقيقة. يبقى جوه دي حقيقة. دكتور انا الحقيقه مش عارف اقول لك ايه كل مره بقعد معاك بحس ان الالعاب القوه بخير الحمد لله والدنيا بخير الحمد لله على مستوى الشخصي انت انسان جميل انا والله بجد انسان جميل وانسان رائع واعتز بيك جدا واعتز بصداقتي ليك اشكرك نورتني وشرفتني والف مليون مبروك الله يبارك فيك تاهل 5 لاعبين من عندنا من اصل 6 للاولمبياد وده انجاز كبير للنادي الاهلي نشكر حضرتك شاطر رياضي مجلس اداره الحمد لله طبعا الهرب من تحت لفوق الحمد لله بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني اشكركم وان شاء الله فرصه سعيده نتقابل بعد الاولمبياد ان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب ونحتفل يا رب بالنتائج الجيده لحققها لعيبتنا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شفتوا النادي الاهلي لا يكل ولا يمل النادي الاهلي النهارده بيرعى مجموعه كبيره من اللاعبين نجح النادي الاهلي انه يعد 5 لاعبين من اصل 6 اللاعب السادس من نادي الجزيره طبعا جنبنا برده مش بعيد عنا ونبارك له اسمه طبعا مصطفى صح مصطفى في الرمي كله ده لاعب السادس اللي مشارك مع منتخب مصر اتمنى كل التوفيق لعبتنا في الاولمبيات وزي ما وعدناكم من هنا لغايه الاولمبيات هيكون ضيوفنا يعني ابطال الاولمبيات هم السبت اول طياره مسافره في لعيبه ممكن ما نقدرش نلحق نستضيفها ولكن ان شاء الله هنكون متابعينها بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والى حلقه جديده من الابطال